نعم زميلي منود، شكرا لك. إذن كما قلت متواجدون بباشا جراح مع العائلة التي بثت حالتها في برنامج ضياف ربي الذي يصنع الحدث خلال هذه الأيام على شاشة تلفزيون النهار طيلة بداية شهر رمضان الكريم وطيلة أعداده التي صنع فيها الحدث وصنع تفاعل الشعب الجزائري، واستطاع هذا البرنامج أن يدخل قلوب الجزائريين جميعا. إذن الحالة التي زارها مؤخرا برنامج ضياف ربي كانت هنا بباشا جراح مع العائلة التي تقطن هنا كما ترى معي في الصورة في هذا البيت البلاستيكي، أو بالأحرى كما يقال به العامية في هذا الجيتون. بطبيعة الحال اليوم العائلة تلقت العديد من الزيارات، من بينها الزيارات الجمعوية، واليوم تحضر معنا وزارة التضامن متمثلة في مستشار الوزيرة سيد رحيم جمال. مرحبا، أهلا وسهلا بك مستشار وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. شكرا سيدي، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إذن اليوم هذه كانت زيارتكم من خلال تقديم بعض المساعدات والوقوف على التحقيق الاجتماعي لهذه العائلة. فعلا هي الوضعية التي تعيش فيها العائلة هي وضعية صعبة جدا، وهذا هو منطلق عملنا كقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يعني لنكون في الإصغاء إلى كل حالة تاع الاستعجال الاجتماعي. اليوم وجودنا هنايا لأن هذه الأسرة أسرة في وضعية صعبة، وهذه من مهامنا كقطاع وزاري. إذا كلفت من طرف السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة للحضور لمعاينة هذه الوضعية، اللي هنايا كمن يعني من في صلاحيتنا أننا اقترحنا على العائلة هذه يعني ولو مؤقتا أننا تنتقل معنا إلى ديار الرحمة لنوفروا لها يعني الرعايه الطبيه، الرعايه الغذائيه، يعني كل مستلزمات الحياه الكريمه، في انتظار انه هذه المشكله وهذه الوضعيه ان شاء الله تعالى. من جانب التحقيق، فقط التحقيق الاجتماعي اللي قمتم به، يعني الاب تخلى عن الاسره قبل 13 سنه، يعني كان هو مستفيد من سكن، وفي نفس الوقت قيل عنه انه لم يستفيد، يعني كيف توصلتوا لهذه؟ هو بالطبع هي فيه البطاقية الوطنية اللي تحدد، لأنه هذه العائلة عندها رب أسرة، رب أسرة هذا كان مستفيد من سكن، هما كانوا موجودين كانوا عايشين في هذا السكن، ولظروف يعني ظروف يعني صعبة جدا وجدوا أنفسهم في الشارع، واليوم راهم موجودين في هذا المكان كذلك. إذا هنايا البحث الاجتماعي راح نقوموا به، بحثنا هنا عندنا عمل لتقوم به الفرقة تاعنا المتخصصة في إطار صلاحيات مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لوالد الجزائر، من اجل يعني التبليغ على هذه الحاله والوضعيه الصعبه اللي تعيش فيها. نعم، اذا هي وضعيه صعبه جدا تعيشها هذه العائله طيله 13 سنه فقط بكل الفصول في الحر وفي القر. يحضر معي محمد، مرحبا محمد، اللي كان طلع على شاشه النهار في برنامج ضياف ربي والقصه اللي تفاعل معها الشعب الجزائري بتفاعل كبير جدا خاصه مع العائله والوضعيه. اليوم شفنا زياره وزاره التضامن، هل زياره وزاره التضامن كانت كافيه نوعا ما؟ يا اخو نصح لو بك واحد المعلومه، كما قالوا باباهم رب البيت هو كان معاهم ماشي هكذاك يا اخو، باش تفهم لك طريبيان باش تفهم يا اخو. حنا هذه الحكايه تاع باباك عنده الدار بكري، صح راني معاك ماكش غلط ايتو، بصح حنا كنا صغار ما كناش نعرفو اخو، هذيك حكايه قديمه اون 2006 طلق يما في اون 2006، جينا احنا تمرمدنا احنا وحدنا. واش هو المطلوب الان منكم؟ الطلب ديالكم واش هو؟ طلب يا اخو باين خو، شوفوا لنا حل السكنه اخو، حاجه ماشي حاجه صعيبه اخو، انا وخياتي ويما اخو سكنه 13 سنه احنا مرمدين اخو، ومن بعد 4 شهور في قيطون ريبونا ما طاونا سكنه على جال هذيك لافير، بصح درنا جوستيفينا بلي كاين لاك دو ديفورس كاين كلش اخو. ويا اخو كيما تشوف دوكا عيط لي الميري يا اخو، قال لي انا حيك من القيطون منا، قال لي انا حيك من القيطون وراح شوفوا حاليا. محمد نعاودوا نرجعوا انا للضيف، شفنا أن الوضعية كما قال عنها أنها وضعية مزرية جدا، أنكم تكفلتوا بالتحقيق الاجتماعي في إطار صلاحيات وزارة التضامن والأسرة وفي إطار ما يمكن أن تقدم أكثر. اليوم شفناكم قدمتم بعض المساعدات للعائلة تضامنا ووقوفا مع هذه العائلة. شكرا. إذا هنا فعلا قلت لك أن في إطار صلاحياتنا كقطاع التضامن الوطني يعني حاولنا اننا نقدم مساعده اللي يمكن اللي يمكننا ان نقدموها بصفه فعليه ماشي يعني كلام. اذا المساعدات التي قدمت للعائله لمساعدتها في هذا الشهر الكريم، اضافه الى اننا عرضنا عليهم لو انه يعني
تكون عندهم قابلية أنهم ينتقلوا معنا ما كاش مشكل، في انتظار أنه هذه الوضعية إن شاء الله ما تدومش، لأنه هذه الوضعية لا نتمناها لأي شخص جزائري، خاصة في إطار يعني بناء مجتمع الجزائر الجديد إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، إذا كانت هذه زيارة اليوم وزارة التضامن أو مستشار وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة لبيت العائلة، إن شاء الله نتمنى لكم إن شاء الله إن شاء الله ربي يفتح الحل إن شاء الله، وتفاعل الجزائريين مع هذه القصة لربما من بين الآلاف القصص والمئات التي توجد في المجتمع الجزائري. إلى هنا عودة إليك زميلي مولود. شكرا لك زميلي مراد.